بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا بد من تجديد لمعاني الإيمان في النفس، والإيمان يتخرق كما يتخرق الثوب. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى افتقدته أم المؤمنين عائشة ذات ليلة تقول: فتصفحت قدمه وهو ساجد يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كيف تجد قلبك؟ كيف تجد عقلك؟ هل أنت ممن وجد مكاسب ووجد حلاوة ما هو عليه، أم أن الأمر يتطلب مراجعة؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حارثة يوما: كيف أنت وكيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يتضاءون فيها. قال: عرفت فلزم ماذا يكون الحال والشأن لو كسب هؤلاء وخسرت أنت، وماذا يكون الحال والشأن لو كانت نجاتهم غدا وكانت الهلكة بالنسبة لك. تحتاج لوقفة، وقفة مراجعة، وقفة محاسبة: كيف كنا وكيف أصبحنا؟ تنبأ البعض يوما بأن سنتين ستصيرون سياسيين، بمعنى أنكم ستخرجون مما أنتم عليه الآن. كنتم تصلون وتصومون، تدركون تكبيرة الإحرام مع الإمام، تنشغلون بمعاني العقيدة وقضايا الإيمان، تنشغلون بالأذكار، تتكلمون في الواجبات والمستحبات، ولكن طالما دخلتم بحر السياسة ستصيرون سياسيين في بحر سنتين، ولم يكن ذلك منه على جهة الردم بالغيب، ولكنها المقدمات تقول والنتائج والشيء ولازمه. وإلا فإذا ما دخلت لابد وأن تتعلم طرق السياسة، كيف تتعامل مع الشيوعي ومع اليهودي، كيف تتقن ألاعيب السياسة. ستنغمسه
في هذا البحر وتنسى الكثير والكثير مما كنت عليه. ستخرج من ثوبه الذي ترتديه وتبحث لك عن جلد أو ثوب آخر ترتديه. الأمر الذي يتطلب وقفة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، هل نتقدم أم نتأخر؟ وما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما راجع من راجع إلى وراء إلا بمعصية الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، طريق مسلوك ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل فيه. والشريعة لا تعرف المحاباة، هو ميزان واحد ننضبط به وينصبغ به كافة البشر، فلا مجاملة على حساب الحق. والشواهد كثيرة وعديدة، وإلا فالصحابة هم خيرة الله من خلقه. يوم أحد لما نزل الرماة من على الجبل كان الانكسار، وتساءل البعض وقالوا أن هذا، كانت الإجابة قل هو من عند أنفسكم. وشرحت الآيات توضح الأسباب، قتل 70 من خيرة الله من خلقه. أغمى على النبي صلى الله عليه وسلم، صاح الشيطان أن محمدا قد مات، وما كان قد مات. لما قيل لبني إسرائيل وهم شعب الله المختار، هم خيرة الله من خلقه، لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، قالوا حنطة أو قالوا حبة في شعرة. ودخلوا على أستاههم يزحفون، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وصفوا بالظلم وهم منذ لحظة كانوا شعب الله المختار. فقال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. البعض وصفك بأنك ستصير السياسي الكبير، فهل انطلت عليك العيلة؟ هل تقمصت هذا الدور؟ هل لبست هذا الثوب؟ نسيت دينك وطاعة ربك وما كنت عليه؟ وما حزت هذه ثمار ناضجة إلا بأسلوب وطريقة؟ لا نتكلم الآن عن منهج الأنبياء والمرسلين، ولا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ولكن سرتم في طريق كسبتم به قلوب البشر. ملأت هذه الدعوة الدنيا ضياء سامع بها الناس، وما كاد أن يحدث هذا الانفتاح أو هذه الانفراجة إلا وكنتم أشبه بالمارد، أشبه بالطوفان الذي صار حديث الدنيا بأسرها. على الرغم من أنكم خضعتم في المساجد تصلون وتصومون، تعبدون الدنيا بدين الله، تقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واليوم عندما نصرح بملء فيه ونقول نحن نرضى بنتائج الصندوق، هكذا نصرح وهكذا نعبر. فمن أتى به الصندوق الزجاجي رضينا به. هل تأملت وهذا غيض من فيض؟ هذه قطرة في بحور تصريحات أليس من شأنها أن تغير عقائد الأجيال، أن تولد أجيالا مشوهة لا تمت لعقيدة التوحيد بصلة؟ وفي أحسن الأحوال يصبح المعنى في بطن الشاعر، ستصير أنت الديمقراطي الكبير، لاعب سياسة، أتقنت عالم السياسة،
رضيت بقواعد اللعبة، وقواعد اللعبة تقول ترضى بمن أتى به الصندوق، وبالتالي الصندوق قد يأتي بكافر. تأملت أنت، تدبرت ما تقوله، كيف سترضى بكافر يحكم أمة مسلمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ هذا الصندوق الزجاجي الشفاف قد يأتي بامرأة، هل سترضى أنت بقواعد اللعبة، بقواعد السياسة، بأصول الديمقراطية وهي دين عند أهلها؟ والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالرئاسة والإمارة والحكم لا يوضع في امرأة، وليس الذكر كالأنثى لأسباب كثيرة وعديدة. ويكفي أن تضع النصوص نصب عينيك، فكيف لو أتى الصندوق بكافر، هل سترضى به؟ هذه فعلا هي قواعد الديمقراطية، هذه هي لعبة السياسة. ولكن ولربما وضعت أنت في فخ كما يقولون، كان لابد من تصريح إعلامي يرضى به الليبرالي ويرضى به الشيوعي ويسكت عنك اليهودي. ولكن أنت عبد لله جل وعلا، والشيء ولزوم الشيء قد تكون حسبة خاطئة من الأصل ومن البداية. ما الذي جعلك تصرح؟ وما الذي جعلك تنطق؟ إذا كان النطق سيورث الأمة تشويها على مثل هذا النحو، إن لم تنطق بخير فاسكر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وضح وصوح، بدلا من أن يكون المعنى في بطن الشاعر. صرنا نتكلم بديمقراطية. وإذا ما سألتك أنا ما الذي تعني، ما الذي تقصده، تقول أقصد آليات الديمقراطية. وهل الديمقراطية عبارة عن آليات فحسب، أم أنها دين عند أهلها تشمل حكم الأغلبية، حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه؟ هذا دين وثني، هذا دين يوناني، هذا الدين يعبر عن مرحلة ظلامية متخلفة رجعية بكل معاني الكلمة. لنا إسلام ولنا دين ندين به، ديمقراطية تنتوي على حريات عفنة لا يمكن أن نرضى ولا أن نقبل بها. فكيف إذا ما وقفت أنا الآن في مثل موقفي هذا وقلت لكم يطبقون الديمقراطية، نحن نرضى بقواعد الديمقراطية، كيف تنشأون؟ هل سينشأ جيل يحافظ على معاني الإيمان، على عقيدة التوحيد، أم أنه سيظهر بمثابة جيل مشوه، جيل لا يدري ما التوحيد حتى وإن نطق به، لا يدري ما هي العقيدة وما هي قوة العقيدة، وتصبح أشبه بكلمات على الألسنة؟ أليس هذا من جملة التغيير والتبديل؟ هل تساوي بين كلمة الديمقراطية وبين ما فعلته بنو إسرائيل عندما قالوا حنطة أو حبة في شعرة فوصفوا بالظلم، وقال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون؟ وقفة لله تبارك وتعالى، هل المكاسب كانت أعظم من الخسائر؟ لا ربما قلت الإسلام شامل لكل ناحية من نواحي الحياة، وهذا حق، لا شامل للسياسة، للاقتصاد، للاجتماع، للأخلاق، ننشدها سياسة شرعية يرضى عنها بنا عنها عنا ربنا تبارك وتعالى. إذا مارسناها نعبد الدنيا بدين الله، نزن الأمور بميزانها الصحيح. أما أن ينطق هذا وأسكت أنا
حينئذ يكون التغيير والتبديل الذي عابه ربنا جل وعلا على بني إسرائيل. كان الرجل يلقى أخاه على المعصية فقل له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنع ذلك من أن يكون أكيله وشريمه وقعيدة، ولذلك لعنه وضرب الله قلوب بعضهم ببعض. قد نختلف ولكنها نادره، ما هو سبب الاختلاف بيننا؟ وأنت لو دققت ونظرت بعيدا عن صورتك التي لا تعجبني وطريقتك في تعبير التي لا تريحني، ستجد أن اختلاف القلوب يدب في النفوس إذا ما غيرنا، إذا ما بدلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. عدم تسوية الصفوف كأمر ظاهر يترتب عليه اختلاف القلوب، فإذا ما أردنا أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، الواجب علينا أن نتباعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما تركوا بعض أوامر الله كان الإغراء، كان الشر وكان الاختلاف، والاختلاف شر كله. لابد من التباعد عنه وعن موجباته وأسبابه، لابد من التزام طريق الهدى. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وحدة الفكر قبل وحدة العمل. إذا ما عملنا بطاعة الله ألف ربنا جل وعلا بين قلوبنا، صرنا يدا واحدة على عدو الله وعدونا. قد تتكلم عن الصندوق الزجاجي وتقصد بالرضا أنك قد تكون مقهورا مغلوبا، وهذا بلا شك حق، عانيناه، كنا نعيش سنوات القهر. والله لو حكمت امرأة حتى وكافرة وقهرتك وغلبتك فأنت المسكين، ماذا ستصنع؟ فحينئذ يكون هذا هو حالك وشأنك، ولكن أنت لا ترضى عن مثل هذه الأوضاع السيئة، أنت لا تكرس لها بجرة قلم. ولأن الشبهة موجودة عندما يتكلمون عن الصندوق والرضا بالنتيجة التي يأتي بها، أنت تكرس لوضع وكأنك أيضا حجرت به الواجع. وإلا فمن الذي قال لك أن خط التغيير الاستراتيجي أو الوحيد كامن في هذه الصورة؟ لماذا تحدر واسعة؟ سبل التغيير كثيرة وعديدة، ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله. وكأننا لا ننتبه بعد حين من الاستغراق، ننسى كلمة الجهاد في سبيل الله. ما الذي يتكلم عنها؟ لا أنا أتكلم عنها ولا أنت، ولا تنتظر أن تظهر كلمة كهذه الكلمة، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حجرنا الواسع وصار سبيل التغيير هو صندوق الزجاجي. بل أنا وأنت لو تكلمنا عن الدعاء في بحور السياسيين لوصفونا بالدروجة، لوصفونا بأننا من أهل الكهف، متكلفين، رجعيين. كيف نتكلم عن الدعاء والناس يتقنون عالم السياسات والدهاليز والخطط والمؤامرات وننسى قضايا إيمانية ما ينبغي أن تنسى؟ وإلا فالدعاء هو سلاح المؤمن. الجهاد ناض في الأمة، لن يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. ناض في الأمة، والعلماء عنوانوا وبوابوا، بل الجهاد مع كل بر وفاجر
والنصوص الشرعية كثيرة، وكم من بلد فتحت بالقرآن، وكم من بلد فتحت بالسيف والسنان، ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله. فأنت تدخل المعترك معترك سياسة، ثم تنزلق أكثر فأكثر، ويصبح الصندوق هو الفيصل بين الخلق. فنحن نرضى بكل من أتى به الصندوق، وهذا قد يفهم على الأقل البعض أنك سترضى بحكم الكفر، سترضى بحكم امرأة، وهذا فيه من مخالفة النصوص ما فيه. الأمر الذي يستلزم التوضيح، يستلزم التبيين، حتى يصطلح كل فريق على حقه. ما الذي تقصده بهذه الكلمة المجملة؟ ولأن الشيوعي والأوروبي والأمريكاني ما يعرفون من كلمة الصندوق إلا هذا المعنى، كيف تكرس له؟ وأنت الذي كنت تتكلم بالأمس في معاني العقيدة، هل تغيرت وتبدلت هي الأخرى؟ هل تتناقض على مثل هذا النحو بين عشية وضحاها؟ وما هو سبب ذلك؟ هل أنت المستكره حتى تعتذر بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ هل أنت مستكره على النطق بمثل هذه الكلمات، هذه الكلمات الملتبسة، والتي إن عنت حقا في وقت من الأوقات ففيها من الضلالات وفيها من المخالفات ما يستحق التمييز؟ وإلا فكنا نرد علي ونرد على أشباهها منذ أيام. فالواجب علينا أن نحافظ على منهج هذه الدعوة، دعوة بورك فيها، نحافظ علي من كل خدش، من كل شبهة، من كل شائبة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافئين. حتى وإن انزلق من انزلق، فالحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة. حتى وإن شاعت بعض المعاني وذاعت لكثير. وانظر كيف حاور النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يعبد إلههم عاما وأن يعبدون إلهه عاما، فنزل قوله سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الواجب عليك أن تثبت على دعوة الحق. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لا تكلف إلا نفسك، وحرّد المؤمنين، ادخل المسجد مرة ثانية، تعبد الدنيا بدين الله، تنطق بلسان واضح قوي لا لبس فيه، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لما كانت في اليهود قبيحة وكانوا يتنقصون بها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهي المسلم عن النطق بها. نحن قوم لا نرضى، لا نرضي الناس بسخط الله. الأمر إما جنة وإما نار. ومما روي، مما روي وفيه ضعف ولكن معناه صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن رحى الإسلام تدور، فدوروا مع الإسلام حيث دار. ألا إنه سيفترق الكتاب مع السلطان، ألا إنه سيولى عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عاصيتموهم قاتلوكم. قالوا: وكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى، علقوا على الخشب. ألا إن موتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته. الحياة لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الإيمان، لا تغير ولا تبدل. وما الداعي لهذا التغيير وهذا التبديل؟ اثبت على طاعة الله
تبارك وتعالى. لو قلت والله لو قهرونا بكفر وباطل وضلال فلا بأس بذلك، وسنسعى سنأمر بمعروف وسننى عن المنكر قدر وسعنا، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاع، ولكن هذه أمة مسلمة دستورها وقانونها لابد وأن ينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه، كلمات إيمانية لا تكلفك شيئا توضح بها المبهم، توضح بها المفاهيم، تنجو بنفسك وتنجي الآخرين من براثن التغيير والتشويه والتبديل، وإلا فستنتج أجيال مشوهة تربأ بنفسك وبها عن أن تصير مضيعة على مثل هذا النحو، لم تتعلم شيئا نافعا. أنا سأنطق بكلمة الحق كما يقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وما ذكرت ما ذكرت إلا على سبيل المثال للحاصل، وإلا فأنت في اليوم الواحد تسمع عشرات التصريحات، لا تكد تصدق نفسك ما الذي قالها ولماذا قالها، خطورة كبيرة جدا، ولو تابعت كل تصريح ووقفت معه لهالك الأمر، سنخرج بدين غير الدين في النهاية. الأمر الذي ينذر بخاطر كبير، أنت عابد لله، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، والكلام على التوافقي وغير التوافقي. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فبماذا حكم إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله؟ صارت البدهيات أقرب للفوازير، استغلقت وانطمست مع عقول، ولكونك تسمع التصريحات والتعبيرات من القاسي ويرددها الداني وكأن لها بيهير وكأن لها أثر من النور أو مستند من الشرع، والأمر ليس كذلك. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما كانوا يبيتون إلا في سلاحهم أو ضاح استضعاف، ولكن أنت مطالب في عسرك ويسرك، في منشاتك ومكرهك، حتى لو كنت تترنح في اللحظات الأخيرة مطالب بأن تحيا حياة الإيمان. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن كان للموت لسكران، آلام النزع شديدة جدا، ولكن أنت مطالب بأن تحيا على هذه الكلمة الطيبة وأن تموت عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دين شامل لكل البشر في كل زمان ومكان، في عسرك ويسرك، في منشاتك ومكرهك، سواء كنت ضعيفا أو قويا، مكن لك أو لم يمكن لك، ستعمل بطاعة الوقت، ستنصبغ بصبغة الإيمان. هذه ليست من جملة الفوازير، احذروا المصطلحات الوافدة المستوردة، احذروها وتجنبوها. أربأ بنفسي وبكم أن يكون الواحد أشبه بالببغاء ينطق ويهرب بما لا يعرف، أو أن ندس رؤوسنا في الرمال. هذه دعوة متينة، دعوة بورك فيها، بدأت واستمرت بفضل الله تعالى، ملأت الدنيا ضياء. خذوا الدرس واستأنسوا،
إن لم تدركوا معاني الكتاب والسنة، إن لم تحكموا الأمر، فخذوا القضية على جهة الاستئناس. ما خسرنا، ما رجعنا إلى وراء يوم تمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا. ولا يمكن العبد حتى يبتلى. قيل للإمام الشافعي: أيبتلى العبد أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. هذا طريق مسلول. اقرأوا السنن والسيرة، اقرأوا سير الأنبياء والمرسلين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين لما عبدوا النفس والدنيا بدين الله. مكن لهم ربنا دينه الذي ارتضى له، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثلاث نواجذ في مقابلة ثلاث مقدمات. فأعمل بطاعة الله جل وعلا، ستجد النصر والعز والتمكين، ستجد الخيرات والبركات، ستجد السعادة وسعة الرزق وما عند الله. لا ننال إلا باستقامة، لا ننال إلا بطاعتنا له. فكن عبدا لله. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع. وليس لنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هذه اللحظات التي نعيشها هي لحظات فارقة بكل معاني الكلمة، لحظات فارقة في عمر التاريخ. لا ينتابنا يأس ولا خنور، وإلا فشأن الدعوات وشأن الأفراد أن يراجعوا أنفسهم دوما. لابد من صفحة تفرد فيها أنت المكاسب والخسائر، الحسنات والسيئات. هل تتقدم أم تتأخر؟ قدموا لأنفسكم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ولذلك لابد أن تسأل نفسك دوما: أيها الغالي، قف ساعة وتفكر: من أنت وإلى أين المصير؟ أراحل أنت أم مقيم؟ وإذا كنت مرتحلا فإلى أين؟ أإلى جنة أم إلى نار؟ الحياة بغير الله سراب، يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. سل نفسك: بماذا ينادى عليك غدا؟ هل ستسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا؟ خذ لنفسك بأسباب النجاة، بأسباب السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. وإلا فالنار يوم القيامة ستقول: هل من مزيد؟ قدم لنفسك، وضع الأجل نصب عينيك، واستحي من الله حق الحياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذا الذي نقص على أهل النعيم نعيمهم. اطلبوا نعيما لا موت فيه، فالأمر إما جنة وإما نار. وكان أبو الدرداء إذا رأى جنازة يقول: اغدوا فإنا راحون، وروحوا فإنا غادون. موعظة بليغة وغفلة سريعة، يروح الأول ولا يعتبر الآخر. قدم لنفسك ولا تنسى لحظة موتك، لا تسهول، اعمل بطاعة الوقت. تحسس قلبك، هل تجد فيه لذة الإيمان؟
حلاوة الإيمان التي كنت تحسها من قبل، أم صرت أنت السياسي الكبير؟ الليل كالنهار والنهار كالليل، وأحاديث فارغة نتقاطع ونتدابر لأتفه الأسباب. أين معاني الأخوة الإيمانية؟ كن طبيب نفسك، قد لا تجد طبيبا لحالتك، ولا تنظر لنفسك على أنك حالة متفردة أو الدنيا لم تحدث من قبل ولا من بعد. لا، أنت على طريق طويل جدا، والدواء صنعة لابد من دراساتها، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، والشفاء محفوظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعظم النار من مستصغر الشر. لا داعي للتسويف، قف مع نفسك واقفة مراجعة، كشف حساب لا ينفرد به التجار فحسب، لا، صر أنت واعمل من نفسك كتاجر. ما الذي كسبته؟ ما الذي خسرته؟ هل أنت تتقدم أم ترجع وتعود إلى وراء؟ هل كنت في سابق عهد، ولا أقول كنت معصوما، هل كنت تلعب؟ هل كنت تهرج فيما مضى؟ واليوم هو عصر الاكتشافات، اكتشفت نفسك ووجهت أن عندك طاقة سياسية كبيرة كامنة تسمح لك بالتغيير وبالتبديل، أن يعوج لسانك على مثل هذا النحو. فلا فرق بينك وبين شيوعي وبين راقص ومغن، راجع نفسك، أنت صاحب دعوة، المؤمن له شأن وللناس شأن، حتى وإن خرط البعض ووضعوا في موقف الاضطرار، فهل الدعوة بأسرها توضع في هذا الموضع؟ وقف مع نفسك واخذها، لو لمست تغييرا وتشويها عد وعد من قريب، هذا أرفق بك لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. لا تتمادى في الغيب، لا تتمادى في الضلال، وإلا فما الفارق بينك وبين غيرك ممن يحتج ويعتذر على زناه وعلى رشوته بل وعلى كفره، لأن هذه البيئة وهذه النشأة، وأن الظروف دفعته لزنا ولشرب خمر وغير ذلك، وأنت كنت لا تقبل منه ولا تزال، فلماذا تبرر لنفسك؟ ولماذا تفلسف لنفسك الذنوب والمعاصي؟ وقديما قالوا: ما عصي الله إلا بالتأويل. اضبط لحظتك بشرع الله، إن أعجز ذلك عد إلى عالمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تحنط نصب عينيك، وإلا فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومستقبل غدا لا يبلغه. لو أدركتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغرورا، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول
جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قدم لنفسك، اعمل صالحا، احرص على طاعة الوقت، سابق الليل في مرضات الله جل وعلا. قل وعجلت إليك ربي لترضى، تابع الواجبات بالمستحبات. نحن في أيام مباركة في شهر رجب، وبعد أيام سنستقبل شعبان ورمضان، فاحسنوا المسير إلى ربكم. والتخلية قبل التحلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. صعد أبو الدرداء درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق، ألا تستمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون شديدا ويأملون بعيدا، فأصبح جمع بورا وبنيانهم قبورا وآمالهم غرورا. وقال: ثلاث أضحكتني حتى أبكتني: طالب دنيا والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه، والناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن. لا تسخطوا ربكم جل في علاه، هو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لا تبارزونه بالمعاصي وبالذنوب بزعم الاستكراه وبزعم الاضطرار، أو بزعم دخول معترك السياسة وتحجير الواسع. قف حيثما أمرك ربنا أن تقف، كما قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك، قال: احذر أن يراك حيث نهاك، وأن يفتقدك حيث أمرك. والوعظ القديم ما زال يصلح لنا وعظا. قال سعيد بن جبير للحجاج لما هم بقتله وسأله النصيحة، قال: سلكت مسالك تريد بها الهيبة وهي تقحمك الهلكة، فأنت تدبر لنفسك قبل أن تخطو الخطوة. هل هي في مرضات الله؟ هل ستثقل الميزان غدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ فلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فالإنسان يقدم لنفسه ويضع طاعة ربي نصب عينيه، يحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى، يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وفق وسدد فالله هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنير. نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعده. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.